بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال الفضائية، اهلا بحضراتكم. يتجدد معكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات بلدنا معكم محمد طاهر. في الحقيقة من اللحظة الأولى لميلاد هذا البرنامج، يعني منذ أكثر من 8 سنوات في الحقيقة، وإحنا مع حضراتكم على شاشات مختلفة، في الحقيقة مخصصين جزء كبير ومساحة كبيرة من البرنامج لنقل صورة تعبر عن المشهد الصناعي. وفي الحقيقة ده يعني راجع لإيماننا البالغ أنا وفريق الإعداد من اللحظة الأولى، إنه لن تقوم لهذا البلد قائمة إلا بالصناعة المصرية، في الحقيقة في إطار دعم الاقتصاد المصري وفي إطار مواجهة الاقتصاد المصري لكبرى اقتصاديات العالم التي تؤثر على أو السوق العالمي بشكل عام. في الحقيقة شفنا ترجمة، بعيدا بقى عن يعني هذا الكلام في الحقيقة مجرد من أي حديث سياسي وانتماء سياسي، شفنا ترجمة منذ الانطلاقة الأولى للبرنامج في الحقيقة في هذا التوقيت تحديدا، ترجمة لهذا الطرح من خلال توجيه الدولة المستمر والمباشر لدعم الصناعة المصرية ودعم المنتجات المصرية. وفي الحقيقة ده بيتجلى في أشياء كثيرة، يعني يمكن لو قعدنا نتكلم عليها من هنا لبكرة محتاجين حلقات وحلقات، ولكن يتلخص الوضع العام في توجيه يمكن أخير للرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية ودعم الصناعة والمنتج المصري كنهج ثابت من ثوابت الدولة المصرية. أظن هذه الجملة يعني بتختصر كلام كثير يعبر عن توجه الدولة، واللي في الحقيقة كان بيتزامن مع انطلاق البرنامج المؤمن إيمان شديد بأهمية الصناعة في هذه المرحلة. طبعا بأكد للمرة الثانية هذا الحديث يخلو من أي انتماء أو دوافع سياسية، لا، هذا الحديث يرتبط ارتباط بحت بالصناعة وفقط، بالاستثمار، بالمشهد اللي في الحقيقة بينمو وبيتطور يوم بعد يوم، وده في الحقيقة بيتجلى من خلال تأكيدنا بقى على طرح نماذج إيجابية وعلامات مضيئة في الحقيقة واخدة الصناعة المصرية خطوات لقدام، واخدة المنتج المصري النهاردة خطوات لقدام. وهذا الحديث لا يعبر فقط عن السوق المحلي، يمكن شايفين حجم الصادرات ونمو الصادرات المصرية إلى السوق العالمي. ترجمة يعني لو حبينا نترجم بس توجه الدولة ناحية الصناعة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ممكن نحطهم في صورتين يلخصوا هذا الحديث. نرجع كده بالذاكره لورا اعوام مضت لحجم الفاتوره الاستيراديه، كنا بنستورد بكام وبنستورد ايه، يعني يمكن في مجالات كثيره، انا مش بتكلم على مجال محدد او قطاع معين او صناعه بعينها، في الحقيقه بتكلم بشكل عام عن حجم الفاتوره الاستيراديه لمصر في جميع القطاعات، ونقارنها النهاردة مثلا على سبيل المثال في الجانب الآخر للصورة عن ارتفاع صادرات مصر إلى دول كثيرة في العالم كنا بنعتمد في الأساس على الاستيراد منها. يمكن أرقام كده هعدي عليها بشكل سريع النهاردة، ودي أخبار نقدر نتابعها كلنا على الصحف. ارتفاع صادرات مصر لبريطانيا بلغت 1.079 مليار دولار، بارتفاع يوازي 46% عن العام الماضي. كمان ايضا هناك خبر النهاردة بعنوان 64.5% زيادة في حجم الصادرات المصرية الى ليبيا. هنا بريطانيا وليبيا، ولو قعدنا نقول من هنا لبكرة عن ارتفاع الصادرات المصرية الى الخارج، في الحقيقة محتاجين حلقات وحلقات، وده في الحقيقة بيلخص المشهد الصناعي خلال السنوات الاخيرة. لما نيجي نقارن كده بشكل بسيط، كنا بنستورد بكام وبقينا بنصدر النهارده بكام، خلاص ما عندناش بنجيب من بره، بقى القرار عندنا والرياده عندنا والصناعه عندنا، برغم وجود تفاصيل، يعني تفاصيل في الحقيقه انا عارف ان صانع القرار في
وزاره التجاره والصناعه وفي الاجهزه المعنيه بدعم الصناعه بيشتغلوا بشكل مستمر على سماع طلبات ونداءات اصحاب المصانع المختلفه في اطار وضع قرارات جديده وطرح قرارات جديده تدعم الصناعه بشكل اكبر. هذا الكلام وهذا الطرح في الحقيقه حبيت ابتدي بيه حلقه النهارده، ده ردا على كثير من الاسئله في الحقيقه بتجيلنا، يعني اسئله في الحقيقه بتتكرر على صفحات البرنامج او على ارقام التواصل. هل البرنامج بينتهج نهج سلبي بالنسبه للصناعه المصريه؟ ده سؤال دايما بيجيلنا، وده في الحقيقه يعني بيرتبط في اذهان المشاهد بتاكيدنا المستمر على ان هناك يعني مشاهد كارثية في عالم الصناعة، ولكن صناعات بير السلم والاقتصاد غير رسمي. هنا بس عشان تكون المسائل واضحة والخطوط الفاصلة واضحة، احنا بنأكد على طرح الدولة ودعمها للصناعة، ولكن هذا الكلام وهذه الصورة وهذا المشهد بنشوفه بشكل أكبر في المناطق الصناعية، في المعارض، في وجود المنتجات المصرية المسجلة لهيئة زي هيئة سلامة الغذاء في الخارج، ولكن في المقابل بنشوف بقى في مصانع او في مناطق عشوائيه في الحقيقه، مش هنقول في اغفال للرقابه او ضعف رقابه، ولكن في اماكن اوقار هي اقرب الى كلمه الاوقار، لا ضمير ولا اوراق ولا اي شكل قانوني في هذه الاوقار. وانا يمكن عايز هنا اعلق يعني اوري لحضراتكم بس جزء بسيط من فيديو، يا ريت الشباب يلعبوا لنا كده في الكنترول. ادي صوره وفيديو كده سريع قدام حضراتكم، انا بعتذر عن عرضه. ده مجزر من ضمن المجازر اللي في الحقيقه موجوده في منطقه عشوائيه، وده مثال لملف كبير مطروح دايما بناكد عليه، هو السبب الاساسي في الاسئله اللي بتجيلنا، هل البرنامج بينتهي؟ لا لا لا، زي ما هنشوف في اخر الحلقه. في الحلقه النهارده نماذج ايجابيه النهارده قادره تقدم منتجات محترمه ومنتجات خاضعه للقوانين المصريه والمواصفات المصريه، زي ما بنكون حريصين طول الوقت واحنا في الشارع في رصد اوقار بير السلم اللي بتطلع في الحقيقه سموم للمصريين. يا ريت بس الشباب يرجعوا لنا الفيديو كده تاني، ده جزء من الفيديو في الحقيقه، يمكن انا كنت حريص كل الحرص قبل الهوى على اخفاء الاشخاص والاماكن، لان في الحقيقه هذا الطرح اللي دايما بنقوله من ضرب علامات تجاريه ومن مشاهد كارثيه داخل اوقار ومصانع بير السلم لا يرتبط باشخاص، لا يرتبط بناس بعينها، بقدر ما هو مرتبط بشكل موجود في اماكن. يا ريت كلنا نكون يعني كمواطنين كمستهلك دايما بنؤكد على ده، داعمين للاجهزه الرقابيه في مصر، وده في الحقيقه يعني بيتسع من خلال اكتر من جهه واكتر من منفذ. جهاز حمايه المستهلك النهارده بناكد على حملاته المستمره لمطالبه المواطنين بدعم حركه الرقابه كرقابه شعبيه، لان المتضرر في الحقيقه انت او انت، الام او ست البيت او الاب اللي هيخش له منتج بهذا الشكل. ده مجزر فراخ بالمناسبه، دي صوره للفراخ اثناء عمليه الذبح على الارض. انا مش عارف عشان بس ما حدش يقول ان البرنامج واخد نهج الكشف عن الاوقار او مصانع بير السلم او هاخد، لا 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 لا، بس ده موجود، وده يؤثر على مين بقى؟ يؤثر على مجزر بجد قرر انه يبتدي كيانه او كيانه ينطلق سليم بشكل سليم، خضع للمواصفات، راح الجهات المعنيه وحصل على الاجراءات الورقيه اللازمه، لكن في المقابل مصانع بير السلم ومجازر بير السلم وكل من يعني يسأل او يكون مسؤول عن خروج منتج بهذا الشكل لحضراتكم في السوق المصري واحنا مش عارفين مصدره ايه وهويته ايه وكذا، فده بالحقيقه كارثه من الكوارث اللي دايما بنأكد عليها، وبنفتح الباب قدام حضراتكم من خلال ارقام التليفونات دايما على الشاشه ان تمدوا البرنامج وتمدوا الجهات المعنيه بمثل هذه الفيديوهات في إطار دعم حركة الصناعة المصرية وفي إطار توجيهات مستمرة من الجهات المعنية بضرورة تقليص مساحة الاقتصاد الغير رسمي.
مشاهدينا في كل مكان، هنروح الفاصل إعلاني سريع ونرجع لحضراتكم من جديد نكمل باقي موضوع حلقتنا النهارده. رجعنا لحضراتكم من جديد بعد ما رحنا مع بعض الفاصل الإعلاني سريع، ومكملين مع حضراتكم مواضيع حلقتنا النهاردة. زي ما نوهنا في البداية إن شاء الله هيكون معنا في الجزء الأخير من الحلقة بعض الزيارات لكاميرا البرنامج لبعض المصنعين في إطار نقل رؤى أصحاب المصانع وأصحاب المنتجات المتميزة. في الحقيقة احنا بنكون حريصين في كل زيارة وفي كل لقاء أن نسلط الضوء على كيانات ناجحة، على منتجات ناجحة في إطار الرقابة الشعبية، في إطار رسالة واضحة للمستهلك المصري بالتمييز بين يعني كيانات في الحقيقة زي ما وريت حضراتكم من شوية فيديو كده بيعبر عن شكل الصناعة والتصنيع في بعض المناطق العشوائية اللي في حاجة بتحتاج أو في حاجة إلى مزيد من الرقابة. وده نداء ورسالة واضحة في الحقيقة لرجال التنمية المحلية في المناطق الشعبية. يعني لا يمكن فيديو بهذا الشكل أن يتكرر في منطقة صناعية في الحقيقة. ليه؟ ده راجع لإحكام الرقابة الصناعية في وزارة الصناعة، إحكام الرقابة على المصانع الموجودة داخل المناطق الصناعية. ولكن بنؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة تشديد الرقابة في المناطق العشوائية في مصانع بير السلم زي الرقابة الموجودة داخل المناطق الصناعية، لأن هناك في الحقيقة خارج المناطق الصناعية حدث ولا حرج كم من العشوائية وكم من المهازل وكم من الكوارث الصحية. مش عايزين نقول النهاردة أن رجال التنمية المحلية في الحقيقة نايمين في العسل، مش عايز أقول دي، لأن أنا عارف أن هناك قدر من الرقابة وقدر من التواصل، ولكن مع الكيانات الواضحة المقننين. مش عايزين هذه النماذج تحبط النهاردة وتحس أن هناك توجه عكس اتجاه وتوجهات الرئيس بدعم الصناعة، ويمكن تتجلى في المبادرة الأخيرة التي أطلقها الرئيس بخصوص المصانع. يمكن الرئيس قالها واضحة وصريحة، عايزين ناخد الناس من الاقتصاد الغير رسمي، ويمكن قالها في الفيديو كده بحرج شديد بدون وصف حقيقي لهذه المصانع، مصانع بير السلم. قالها ناخد الناس من الاقتصاد، منظومة الاقتصاد الغير رسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وأعتقد النهاردة الطريق ممهد. لكن في الحقيقة بأكد تاني، في ناس مش واضحة، وده دور حضراتكم بقى، دور المستهلك أن يتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن هذه الأوقار. طيب، حتى لا يكون الطرح كله سلبي وهذا الشكل في الحقيقة في إطار بقى نقل مطالب المصنعين وأصحاب المصانع المختلفة، وضعها على مكتب الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. معانا على التليفون المهندس سيد هجراسي رئيس مجلس إدارة مصنع ريتال الألبان، هيكلمنا عن رؤية تتعلق بضرورة تسهيل الإجراءات أمام مراكز تجميع الألبان في الأرياف. أهلا مساء الخير يا باشمهندس سيد. مساء الخير يا أستاذ محمد. إيه الأخبار؟ طمنا عنك وعن الصناعة المصرية وعن قطاع الألبان بشكل عام أولا. والله يعني إحنا تشرفنا إن إحنا النهاردة طبعا مع حضرتك، وبنرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وإحنا طبعا سعداء إن إحنا نبقى على قناة الصحة والجمال يعني مع حضرتك. بالنسبة طبعا لقطاع الألبان، يعني أنا بس أحب أقول حاجة بالنسبة لقطاع الألبان أو قطاع الزراعة بصفة عامة. يعني إحنا لو جينا نبص إن عدد يعني الفلاحين اللي موجودين في مصر قرابة 6 أو 7 مليون، ودول تقريبا بيعولوا أكتر من 50 مليون من الأفراد. يعني تخيل إن كل فلاح معاه 3 أو 4 زوج او زوجه واولاد او اكتر او اقل، يعني خلاف العماله اللي بتشتغل معاه. على حسب الاحصاء اللي تم السنه اللي فاتت، ان معدل انتاج الفلاحين، ما بقولش الزراعه، يعني معدل انتاج الفلاحين من المنتجات المختلفه، يعني اللي من ضمنها منتجات الالبان، وصل لحوالي 15% من الناتج المحلي، تقريبا حوالي 300 مليار جنيه. رقم ضخم، رقم كبير. طبعا طبعا طبعا، انا بقول الفلاحين ما بقولش قطاع الزراعه. تمام. الزراعه ده قطاع ضخم جدا، يعني اكبر واوسع. طبعا طبعا، انا بتكلم بس عن قطاع الفلاحين
وقد ايه ان الفلاح بيمثل تقريبا، احنا عندنا 100 مليون مصري، احنا 100 مليون. القطاع الذي يعمل فيه الفلاح بيمثله 50 مليون تقريبا، لان تقريبا مسجل داخل الجمعيات الزراعيه حوالي 5.6 او 6 مليون فلاح. تمام، فانا مهم جدا بتكلم توضيح الارقام، ولكن ده احنا ممكن يعني نناقشه في حلقه كامله على الهواء من خلال انا معاك. انا بس حبيت اشير لكده. قطاع الالبان بقى من ال 15% او ال 20% من الزراعه، ده بيمثل تقريبا 25% من الناتج المحلي الداخلي المصري. 25% اللي هو جاي من الفلاح تقريبا يعني. تمام. طيب احنا بنتكلم هنا في نسب، احنا بنتكلم في نسب تقديريه. هي نسب تقديريه وقريبه من النسب اللي هي جت من جهاز الاحصاء تقريبا بتاع سنه 2021 يعني. تمام. السنه اللي هي اللي فاتت يعني. طيب احنا بالنسبه للمجال ده ولاهميته للدخل القومي المصري، وانا بتكلم تحديدا دلوقتي عن المزارع البسيطه والمصنع او المعمل البسيط الصغير. في عندنا تحديات اللي هو تقصد بطبيعه الحال بيعتمد مصنع البان، بيعتمد بطبيعه الحال على اللبن اللي جاي من تمام المزارع بشكل تمام مباشر. احنا في تحدي كبير جدا في صناعه الالبان، وخصوصا للمصانع او بيسموها المعامل الصغيره يعني. موضوع تجميع الالبان ده في حد ذاته اصلا تحدي كبير جدا. انت النهارده ازاي هتجيب اللبن من الفلاح؟ يعني انت مطالب ان انت تعدي، انا بتكلم طبعا ده على المزارع الصغيره. زي انت النهارده هتجمع اللبن، يعني انا النهارده كراجل عندي مصنع مطلوب مني وسيله مجهزه ان انا اعدي على كل فلاح في زريبته او في غيطه، ان انا اجمع منه 5 كيلو لبن، اللي عنده 10 كيلو لبن، اللي عنده 20 كيلو لبن. فده تحدي كبير طبعا. التحدي الاكبر في موضوع تجميع الالبان، ان اللبن ده اصلا منتج صحيح طبيعي، ولكن منتج سريع الفساد ان لم يحفظ ويجمع ويصنع بشكل سريع جدا. والفلاح هو دوره من دوره الانتاج الكبيره في صناعه منتجات الالبان. يعني انا عايز اسمع منك ملخص الرساله يا باشمهندس السيد. طيب يعني ملخص، بص يا فندم، ملخص الرساله اللي انا عاوز اقولها ان احنا النهارده لازم مركز تجميع الالبان والمصنع يكون قريب بشكل وثيق من الفلاح. انا كل ده بتكلم عن المصنع الصغير يعني. انا في رساله معينه عاوز اوصلها في الاطار ده تحديدا يعني. اتفضل. الفلاح يحتاج من ياخذ منه لبنه. والذي ياخذ منه لبنه هو طيب انا بستاذن حضرتك يعني انت هتفضل معانا على الخط، ولكن احنا مضطرين نطلع لفاصل اعلاني سريع، وهرجع استكمل منك لان الموضوع في منتهى الاهميه بعد الفاصل الاعلاني. مشاهدينا في كل مكان هنروح سريعا مع بعض فاصل اعلاني، ونرجع نكمل مداخلتنا مع المهندس سيد هجراسي رئيس مجلس اداره مصنع ريتال للالبان بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لحضراتكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل في الحقيقه كان معانا موضوع مهم جدا يرتبط بدعم مراكز تجميع الالبان ومعامل الالبان الصغيره المنتشره في الريف المصري. من جديد في الحقيقه بينضم لينا على التليفون المهندس سيد هجراسي رئيس مجلس اداره مصنع ريتال للالبان. اهلا مساء الخير. انا بس الصوت واطي مش قادر اسمع. اهلا مساء الخير يا باشمهندس سيد. مساء الخير يا استاذ. بعتذر قبل الفاصل، احنا وقفنا عند يعني موضوع مهم جدا، المزارعين في الريف حقيقي واحتياج مصانع الالبان حقيقي الصغيره. يعني احكي لي، يعني عايز اسمع منك بقيه الرؤيه. والله انا مش هطول على حضرتك ولا على الساده المشاهدين يعني. الموضوع ان انا النهارده الفلاح وقدوره الاساسي في الدخل القومي المصري دور اساسي وملح، وخصوصا قطاع الالبان. احنا النهارده الفلاح محتاج ان حد ياخد اللبن منه بشكل سريع. واللبن المفروض يتاخد منه بشكل سريع، يبرد ويصنع بشكل سريع. فاصبحت النهارده هناك ضروره ملحه ان المصانع تكون قريبه من الفلاح ومن مراكز تجميع الالبان. ليه؟
اول حاجه لان اللبن ده بيفسد بشكل سريع جدا في خلال سويعات انت بسيطه، بتتكلم على اللبن صعوبة نقله ما بين الاماكن الريفية والمصانع. من الفلاح الى مركز التجميع ثم الى المصنع. اذا النهارده كانت المسافه كبيره، خصوصا مع عدم توافر الامكانيات اللازمه عند الفلاح للحفظ والتخزين، زي التبريد، زي طريقه الحلب الجيده، فده طبعا بيؤدي لفساد اللبن، وده هتسبب خساره طب ايه اللي احنا اللي نقدر نقوله النهارده امام المعنيين باتخاذ القرار في وزاره التجاره والصناعه في هذا الشان يعني. طيب اول حاجه ودي من وجهه نظري المتواضعه، ان احنا لازم ندعم صغار المصنعين والمعامل الصغيره او المصانع الصغيره بايه؟ بتسهيل الاجراءات مثلا داخل القرى من خلال توفير حاضنه قانونيه مسهله الاجراءات زي التراخيص والسجلات وخلافه، ودي نقطه مهمه جدا عشان ما يبقاش يعني لعبه القط والفار. انا شغال في حد يجي انت ما انتش مرخص، ده انا شغلي تمام وزي الفل، بس انت والله ما انتش مرخص. ده مش مرخص ليه؟ لان انت في منطقه سكنيه، ما انا ما ينفعش اروح في منطقه صناعيه. انا لازم اكون قريب من فلاح، لازم اكون قريب منه عشان اقدر اجمع واوفر تكاليف النقل وخلافه يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه ودي احنا اتكلمنا فيها، ان الجهات الرقابيه بالاضافه يعني لدورها الرقابي والقضائي، ان لازم يكون لها دور ارشادي وتوعوي بالنسبه للفلاح وبالنسبه للمصنع وبالنسبه لمركز التجميع، بغض النظر عن تشدد بقى يعني تشدد بعض. احنا ما بنقولش ان ما يبقاش في رقابه، احنا بنقول ان يبقى في رقابه، واضافه للدور الرقابي ان يبقى في دور توعوي، دور توعوي، دور توعوي مهم جدا. انت النهارده اي واحد النهارده بقول لك والله حد جاي لي من الصحه، حد جاي لي من التمويل، انت هتعمل لي محضر ولا لا؟ لا، احنا انا النهارده كراجل صاحب شركه او كراجل بجمع من فلاح، انت النهارده كمؤسسة أو كجهة صناعية أو كجهة رقابية، أنت بترفض الربط بين زيارات الزيارات الرقابية والمفاهيم السائدة لدى الناس بأن هناك بس بالظبط محضر يعني أو تصادم أخطاء. النهاردة إحنا لسنا في حالة حرب مع بعض، إحنا نحن جميعا كجهة تصنيعية أو كجهة تجميعية أو كجهة رقابية، نحن جميعا بنكمل بعض من أجل إعطاء قيمة مضافة للدخل القومي. باشمهندس سيد، وصلت رسالة حضرتك وأنا بشكرك جزيلا في الحقيقة، واعتقد ان شاء الله هيكون معانا حلقه كامله مع حضرتك اتشرفنا فيها على الهواء هنا في الاستديو، هنتكلم بشكل كامل عن صناعه الالبان وتحديدا مراكز تجميع الالبان في القرى واحتياجاتها من الدوله خلال الفتره القادمه. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناه الصحه والجمال، هنروح مع بعض سريعا لاول زياره للبرنامج وكاميرا البرنامج داخل مصنع ادم للالبان، هنشوف في الحقيقه نموذج محترم قدر يشتغل على فكر مش بس على السوق المحلي خلال فتره قريبه، هنشوف منتجاته كمان في السوق العالمي. المهندس ابو زيد رزق رئيس مجلس اداره مصنع ادم للالبان، تعالوا نروح لحظات بسيطه معاه داخل مصنعه يحكي لنا فيها عن تجربته وعن رؤيته للصناعه المصريه، ونرجع لحضراتكم من جديد. طبعا احنا عمرنا كله في الصناعه في المهنه، فاكتسبت خبرات على مدار السنين، بدات ان انا يعني واحده واحده كده واطور من منتجي وازود بعض المنتجات عندي بالنسبه للحلو، وبعد كده الالبان، بعد كده ضفت الجبن، عندي جميع انواع الجبن. استفدت من الاخطاء اللي فاتت، ان انا قابلت اخطاء في الشغل، بدات ان انا اعمل الافضل والصالح والحاجه اللي تشيل الناس ما تضرش الناس، والحمد لله انا منتجي طبيعي 100%، وبتجربة يعني بتجربه الناس هي اللي بتجرب هي اللي بتقول، فيعني ان شاء الله باذن الله كده احنا مستمرين، باذن الله مستمرين ان انا اعمل احسن منتج واحسن خدمه توصل للمستهلك. ان انا ما كانش ليا تخمين وقننت وضعي وعملت رخصتي وغيرها سهله جدا، وانا استفدت من مدار السنين ده بحيث ان انا بقى قننت وضعي وبقت مفيش اوراق، عملت اوراق، عملت رخصتي، عملت كل اوراقي وبقت مصنع، قننت وضعي ان شاء الله باذن الله من افضل لافضل. طبعا احنا بالنسبه تحسنا كويس جدا يعني، والله محتاجين الدوله تدعمنا وتقف جنبنا وتساندنا. لما جينا فتحنا هنا في القاهره وفي الجيزه بالتحديد منتجات ادم، لان في الاقاليم حاجات بتجي لنا تحت دور السلم غير مطابقه للمواصفات، تمام؟
فدي كانت عاملة مشكلة. فاحنا قلنا نفكر ان احنا نعمل افضل منتج يوصل للمستهلك. وطبعا انا بقف على شغلي بنفسي، ببص للمنتج، ببص لجوده المنتج، لاسم المنتج في السوق ايه، مقنن او غير مقنن، وضعه ايه في السوق. فهو ده اللي بيقول طبعا المنتج اللي تحت دير السلم غير معروف. والله يا سيد الرئيس يعني مشكور جدا واقف معانا، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وباذن الله الصناعه المصريه تبقى فخر باذن الله للعالم كله، واحنا في المنظومه بتاع السيد الرئيس، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح كلنا. رجعنا لحضراتكم من جديد بعد ما شفنا لقائنا مع المهندس ابو زيد رزق رئيس مجلس اداره مصنع البان ادم. وفي الحقيقه مصنع يعني يمتلك من الامكانيات المحدوده الماليه، ولكن يمتلك مقاومات ومهارات في هذه الصناعه تجعله يعني موجود بشكل كبير خلال الفتره القادمه، مش بس في السوق المحلي، في السوق العالمي. ولكن انا عايز اخد بس من رساله الباشمهندس نقطه مهمه جدا لموضوع الاجراءات الاوراقيه. اعتقد للتاكيد المره المليون على ان المناخ مهيئ وجاذب للجميع، ما تشتغلش حضرتك كصاحب كيان ما او صاحب مصنع في 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 ريف، في منطقه شعبيه، في كذا، بعيدا عن الدوله. الطريق ممهد، حضرتك هتروح بسهوله جدا الجهات المعنيه في هيئه التنميه الصناعيه او الحي المسؤول عن المنطقه، وتسال اولا عن اجراءاتك الورقيه، وازاي ابدا انشئ مصنعي في ظل اطار قانوني وضوابط الدوله المرتبطة بالقوانين المختلفة. مشاهدينا هنروح لزيارة تانية وتقرير تاني داخل شركة الأمين لتعبئة المواد الغذائية. وفي الحقيقة تجربة عن يعني شقيق سوداني، مستثمر سوداني، شاف ان المناخ في الحقيقة في مصر جاذب للاستثمار خلال الفترة الأخيرة. المناخ مهيأ، وده في الحقيقة لافت ظاهرة بتلفت نظرنا احنا كمصريين، ان في ظل شكوى بعض المصريين من تعنت وتأخر الأوراق وكذا، ولكن بنشوف حجم التوافد سواء من الإخوة السوريين والإخوة السودانيين واللبنانيين في الاستثمار المصري، لأن في الحقيقة وصل لهم رؤية ترتبط بتوفر المقاومات في هذه المرحلة بالنسبة للاستثمار. علشان كده جم مصر وبدأوا استثماراتهم في مصر. هنطلع سريعا مع حضراتكم في لقاء مع الدكتور أمير مصطفى رئيس مجلس إدارة مصنع الأمين لتعبئة المواد الغذائية، يحكي لنا فيها عن تجربة استثماره في مصر. هنروح مع بعض سريعا ونرجع لحضراتكم من جديد. صراحة مصر هي السودان. أنا ما بحس ولا في مصر إنه أنا في دولة غريبة، زي ما بحس أنا سافرت كثير حول العالم، لكن بلقى الناس إنه في مصر إنه في الوطن بتاعي السودان. يعني في زيارات سابقة لمصر ولاحظنا إنه في احتياج كبير جدا للتعبئة والتغليف. درسنا عدة قطاعات، لكن لقينا من أميز القطاعات اللي فيها نمو وفيها يعني تطور هو صناعة التعبئة والتغليف. من 6 شهور فكرنا في إنشاء شركة الأمين للتخصص في تعبئة المواد الغذائية المختلفة، السكر والرز والمكرونة وبقية البقوليات كلها. حاليا نحن نشتغل على منتجين السكر والرز فقط، ونحاول نغطي احتياجات السوق المحلي هنا. حاليا نحن شغلنا في منطقة الجيزة والقاهرة. هي المنافسة شيء ممتاز، بيؤدي في النهاية إلى جودة أفضل للجميع. يعني وجود مظاهر سلبية موجودة في كل الاقتصاديات موجودة، لكن بتحاول الناس تقللها، إنه الاقتصاد زي تحت السلم يعني يظل الاقتصاد محدود جدا، الدولة ممكن تغيبه أو تغلله بقوانين يطلع للعالم. لكن احنا فكرنا نشتغل إلى أنه القطاع بتاعنا يكون قطاع رسمي ويشتغل على الأكبر إن شاء الله. شجعنا أكثر على الاستثمار هنا إنه الإجراءات في هيئة الاستثمار كانت سهلة جدا ومبسطة جدا. يعني في الاستثمار ما أخذ زمن زي ما كنا متخيلين في بعض المناطق، يعني أقل من شهر واحد قبل يتخلص الأشياء الرسمية، سكان سجل تجاري، بضاعة ضريبية، كل ما يتعلق بالنشاط كان الإجراءات سهلة جدا. وده ما شجعنا إنه نستثمر في مصر. ارتداء فتح الحسابات في البنوك برضه ما واجهنا فيه مشاكل كبيره جدا بعد ما خلصنا. فده دفعنا نشتغل بصوره رسميه، يعني نشتغل بصوره رسميه ونكون اضافه للصناعه. من خلفيه اقتصاديه للوضع الاقتصادي القائم في مصر، مصر متوجهه انها تكون من صراحه يعني دون اي مواربه من الدول الكبيره جدا في الصناعات. والان الصناعات المصريه
بتلقى حيز كبير جدا في كل الدول الجوار. حتى احنا مفكرين مستقبلا من الصناعات المهمه المنتجه اللي مثلا بتاعت التصدير خارجيا بعد ما نكون خلاص قسينا عميدتنا هنا. الصناعه المصريه صناعه مطلوبه، صناعه جيده جدا، ماشيه في تطور كبير جدا، ليها سوقها. سواء كان انت عايش فتره كبيره جدا في الخليج اللي الصناعه المصريه لها وجودها، الان في افريقيا في دول كثير جدا، الان بيجينا طلبيات من برا، بيجينا تواصلات كثير جدا من دول افريقيه بركز الصناعه المصريه. مصر الان تعتبر في الدول العربيه يمكن تعتبر رقم واحد صراحه في التصنيع، فدول بتصنع يعني بتصدر لبرا. هي طبعا احنا بنتعامل في قطاع مهم جدا متعلق بصحه الانسان. وبالتالي اكثر يعني اي قطاعات ثانيه ممكن يكون فيها قصور ويكون الاثار السلبيه على المجتمع بسيطه، لكن طالما مرتبط بصحه الانسان فمن شان الجهات الرسميه تدقق اكثر في الاشادات دي. ومن واجبنا احنا حتى في الصناعات نحن نكون حريصين جدا جدا لانه الماده الغذائيه احنا نحن كمنهج لنا شركه الامين واكيد كل الشركات نحن بنبيع المنتج ده كما نبيعه لنفسنا، يعني بتخيل المنتج اللي جايني في البيت انا. فبكون حريص جدا جدا في كل مراحل التعب والدرجات بالنسبه له يكون المساله سيفتي جدا جدا. سيفت الناس اللي واقفين صحيا، سيفت المكان اللي موجود وغيره من الاشياء دي. نحن نشكر جدا سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بصراحه النقله الموجوده حاليا في السوق هنا كبيره جدا وبشهاده زي ما نقول الاعداد الاصدقاء، يعني اي شخص بيزور مصر قبل فتره بيزور اليوم بيشاهد الحاجه دي في بنيات تحتيه كبيره جدا موجوده، في تسهيلات في الاستثمار موجوده، بيشجع المستثمر الاجنبي قبل المستثمر انه يدخل في السوق المصري. عبد العزيز ابراهيم، انا بصراحه انا حبيت الصناعه، انا لما حبيت الصناعه اديت فيها بفضل الله بفضل الله بفضل الله. انا كنت بادئ اعمل عادي خالص، تمام، كنت بادئ اعمل عادي خالص بدعم برضو من الدوله والسناده الدوله للشباب. الحمد لله بدات افتح مشروع، فتحت مشروع ملابس، تمام. الدولة ساعدتني بكتير، اشتغلت حققت برضو طموحاتي ان انا مش عايز ابقى افضل عامل زي ما لازم البني ادم فينا لازم عارف هو رايح فين خطته ايه النهارده. معلش الدولة فاتحة مدن وفاتحة شغل وفاتحة كتير لازم نسعى ونجري. انا مش معلش انا مش هينفع النهارده صحيت من النوم كصاحب شغل كصاحب منشأة، لأنك أنت تكون داخليا جوه نفسك عايز تبقى حاجة. العامل النفسي والعامل المعنوي عامة هو ده اللي بيدي دفعة لكل حاجة. لازم النهارده حضرتك كشباب، أنا النهارده بدأت من تحت السلم مما فيش، تمام؟ اشتغلت جهدت كتير جدا 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 وحاربت مع ناس كتير جدا جدا ان انا ابقى حاجه. بفضل الله يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني دعمنا ادانا فرص من امكانيات. والله احنا محتاجين يعني الشكر برضه للوزيره، بس احنا محتاجين يعني يتبص لنا يعني برضه عايزين برضه يعني يتبص للمجال. صاحب مصنع يعني محتاج رؤيه لينا، رؤية تنظيمية، رؤية اقتصادية للمجال نفسه عشان ينهار. ممكن وحدها ما تسقفش. ما كانش الدولة واحنا في ايد واحدة عمر المصنع او الكيان الملابس عامة يقوم. ان ما كانش الدولة تبقى هي اللي تقوم. مادة الخام النهاردة لما بتيجي النهاردة بتشتغل فجأة تلاقي مثلا سعر المادة غلي، فطبعا بنضطر ان احنا برضو مش هنقف، مش هينفع عشان يعني هنمشي العمالة، مش هينفع، مش هينفع امشي عامل، مش هينفع امشي عامل كمصنع انا احتكم عليه، انا اقدر اسند مع الدولة وبشكر الرئيس اللي هو دعمنا
مش مخلينا محتاجين حاجه. لازم الكمامه، لازم العامل قبل ما يخش المصنع لازم يبقى معقم، جهاز دايما البخاخه معاه، الكمامه لازم هو شغال لازم يبقى لابسها. دي لازم عشان ما نضرش غيرنا. يعني انا كنت شغال اولا صنايعي، جيت ربنا كرمني فتحت باب رزق وبقى لي النهارده بتاع 30 سنه وانا اصلا متربي في الشغلانه دي. اولا في البضاعه اولا بتجيب رز النظيف، المكرونه النظيفه، الافريكيته النظيفه، الشغل النظيف بتجيبه ونشتغل بيه، وكل حاجه بقت متوفره، كل حاجه موجوده، مفيش حاجه اسمها مش موجوده. ده اللي يعني ما حدش بيقف على حاجه النهارده. معايا سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، رخصتي، شهادات صحيه، الحاجات دي كلها موجوده. وطبعا النهارده معلش في فرق، لما تكون المنطقه دي الاول كان محلين، دلوقتي انت تعدي المحلات النهارده بقى زي الرز. انت تدخل شارع وزارع محلات بالصلاه على النبي كتيره، تدخل المنين جوه المحلات كتيرة. شفنا مع بعض اربع زيارات مختلفه في الحياه بتعبر عن قطاعات صناعيه مختلفه، وده نهج البرنامج اللي باكد عليه قدام حضراتكم في الحياه، يعني تسليط الضوء على نماذج ايجابيه، نماذج في الحياه بتخضع لمنظومه القوانين والمواصفات في شتى المجالات، مع التاكيد دائما وابدا على مواجهه بعض مصانع بير السلم طرح المشاهد السلبيه. يعني الموضوع مش مرتبط باشخاص، مش مرتبط بكيانات، مش مرتبط باسماء بعينها، بقدر ما يرتبط بتوجه عام للدوله نحو دعم الاقتصاد الرسمي وتقليص مساحات الاقتصاد الغير رسمي. واحنا عارفين تحت كلمه اقتصاد غير رسمي حدث ولا حرج، بقى زي ما شفنا من شويه كده مشهد وصوره من فيديو من داخل مجزر فراخ في الحياه، وهو يعني بيظهر في الحياه وجود الفراخ اثناء ذبحها على الأرض، مشهد غريب ومشهد مسيء. وأنا بعتذر لحضراتكم عن عرض هذا الفيديو، ولكن دي في الحياة رسائل يعني هنقول مغزاها التنبيه على ضرورة تشديد الرقابة في الأماكن العشوائية، لأن فيها مشاهد كارثية، وده في الحياة هنفضل نأكد عليه كل مرة مع حضراتكم. لحضراتكم برضو دور كمستهلك، بنقول دايما ابعد عن المنتج المجهول. من هنا هنبدأ نحكم الرقابة، لأن الرقابة مش بعملية الغلق. ممكن المصنع أو مجزر أو شركة ما اتخذ ضدها إجراء فبتقفل يومين ثلاثة وبترجع تفتح بمسمى جديد، ولكن بتشتغل بنفس النهج. لكن يتبقى على حضرتك دور مهم جدا وكبير، وهو مقاطعة هذه المنتجات والابتعاد عنها، وبالتالي خنق الاقتصاد الغير رسمي ودعم أو فتح المساحة أمام العمل تحت مظلة الدولة. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام. نرجو أن نكون قد أفدناكم، على أمل أن نلتقي بحضراتكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله. تحياتي محمد طاهر.